أخبارنا اليوم. طبعا تداول نشطها على صفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، وعندكم حتى في قنوات في اليوتيوب، ان اللي طبيب صيني جراح واللي هو اسمه طبعا لو شامبينغ. لو شامبينغ هو يعتبر جراح يعني من الطراز الرفيع وإنسانية اكثر منهم، يشوفوا فيه موقف طريف، يعني انه دار شيء طريف، نقول بشيء طريف بالنسبه لي انا وبالنسبه لنسمع فينا وشاهدوا فينا، لو احنا بنديروا مقارنه بليبيا يعني كدكتور انه ودي يجري 6 عمليات جراحه في غضون 20 ساعة وجاءت حالة مستعجلة، إنه هو يدير لها حالة يعني إنه هو يدير لها حالة جراحية، وفي الأخير شنو القوه راقد وشاد في ايد المريضة، راقد في العملية، راقد في العملية، وانه هو شاد يد المريضة هو. يعني اللفتة هي اكتريتهم يعني تو في الفيس انه يقولوا لفتة طريفة، لفتة طريفة، انا نشبع فيها لفتة انسانية. علاش انت اشبحت؟ تفكرت شيء يمكن كان انا في مخيل شيء انا صار معي هنايا في ليبيا، نعرف يعني احنا عندنا مستشفى واحدة عام وكنا نعرفها وكنا نتردد عليها مع انا رافع معي شخص اني انا كنت نبي شيء معين، ان هو كان فيه هم ياخذوا لرقم 40 فهمت، وبعد ما وصلت غادي قلت ان انا يعني كان رقمي امتى، كان رقم 38 تمام، فمشيت فاجأت ان الرقم ما فيش، ان اخذوه حتى ثاني في مكاني، فاشبح بقى اشبح يعني وصلت بقى المرحلة هي دكتورة تعرفش تقول لي تقول لي احنا هنا ما بيدي حيلة، يعني قلت لها انا رقمي مكتوب، قلت لي انا ما عندي ما بندير لك برا، بيع سيارتك وبرا عالي برا كمل العلاج في تونس. أبا. والله العظيم اللي زي تو قلت لي برا بيع سيارتك وكمل العلاج في تونس، يعني شوف انتم دكتورة ان هي تقولك على اساس انا بندير لقطة ونمشي نشكي ونبي ندرس على اساس ندور في مني من رئيس القسم من رئيس القسم من. فانا طلعت لكن الموضوع قاعد في راسي، فوليت في نفسي انا بنقول لك بعد ما طلعت قاعد افكر وليت ندور في من رئيس القسم، فتفاجأت ان هي قالت هي مقعمسة، هي نفسها رئيس هي القسم، هي نفسها هي رئيس القسم ان هي مقعمسة، ويمكن الوقت هذاك يا مالك يعني المريض كان ضروري من الشيء هذا يديره، يعني ضروري وقت. شوف انا معاك باهي في اللي قلته، لكن لو بندافع من جانب على الدكاتره في جانب حندافع عليهم في ان رسمي هي في حاجه اسمها اداره، فهي دكتور عندها وظيفه شنو تعالج المرضى، لكن هي ملهاش علاقة بالمواضيع بالأرقام ولا من بيخش ولا من بيخش، هذه مشكلة الإدارة نفسها، فما فيش إدارة يعني الهرم الإداري كله منهار، فهي صاحب جديد ما بيدي الحيلة تقروا، علش أغلب الدكاترة كلهم يمشوا يسافروا برا يخدموا برا، لأن يخدموا في مكان نظيف تحت إدارة منظمة تقروها مستريح حتى في الخدمة يقدر يساعد الناس كلها، فهمت؟ فهي يعني نوعا ما صحي أسلوبها كان مش معقولة تقول بيع وكل شيء، هذا قصدي الدكتور قبل ما يتخرج يقرأ في كتابات باش يعرف كيف يتعامل مع المرضى وكيف يدوي معهم، ما كانش هذه الطريقة يعني، لكن من لهمهاش الإدارة تبدأ يعني قصدي نمشي مرات نمشي المستشفى نشوف الدنيا كيف ملخبطة، اللي يخش واللي يطلع واللي يجري واللي ما عادش تفهم شيء، ولا شيء ولا شيء ثاني، بس يمكن اكثريتكم مغفلين عليه، خلينا نقولوا حتى الدكاتره اللي كانوا يقروا برا ويجوا هنا تقول ركبهم البعيد وبرا، يا رجل شنو هو اللي بعيد وبرا؟ هذا العفريت اللي يطلع اللي مصوب العفريت الاوروبي، يعني امتى تمشي غادي العفريت يتنحى، امتى يجي هنا يركب المسمار من جديد اللي هو الروح الشريره يعني دكتور امتى يعني تردد عليه مره 2-3 انك انت تدفع وتدفع وتدفع وتدفع، هذا حلو الكلام، لكن المشكله والاكثريه الغالبه يعني ما نشبحوش في ظل العالم الاول يودي دول الجوار. إيه؟ انا شبحت موقف بجد في تونس، في تونس تمام، في تونس يعني في كلينيكا بسم الله ما شاء الله، الدكتور هو اللي يتصل، والله قصدي يتصل يعني يطمن على المريض بعد ما روح ولا لا، يتصل في تونس في وقت كان في وقت العلاج إيه؟ كيف الحال تو الامور ميسره تمام، تمشي غادي تخش للمستشفى الدكتور بطوبته ينزل لك، دكتور يعني بطوبته ينزل لك يرحب بك في جديد ويقعمزك ويقعد يهدرز معك، يعني الابتسامه ما تفرقاش، على العكس احنا يعني انت شبحتها هي اللفته يعني اللي تشبحوا فيها انتم متداول على الميديا بصفه عامه ان هي لقطه طريفه نشبح فيها مش ناكل في دكتور في المستشفى قصدي احنا نحكيك تو هنا في الطبي ولا في الخضرة، دكتور يبنا مصنع منا سندوتش بالطن طاسه شاهي، يعني انا دكتور قاري 1000 عام وخادم مليار سنه وممكن قاري برا زي ما تقول وجاي نبي نخدم بلادي، ام تجي البريك نتاعي مدوا لي سندوتش طن وعصير، يعني كيف تبيني نساعد ونهتم؟ انا هذا بيأثر على نفسيتي، يعني من الاخير الدكتور حتى يبي من يهتم بي، تهتم بي توزوت التونسي اللي تحكي عليه هو على شك متابعه وكل شيء، لان الامور منظمه، اسمعي الامور منظمه وكل شيء يبي وصل له وكل حاجه في وقتها وفي مكانها، فاكيد حي يعني حاجه كما جاتها حيوفرها ويقدمها. يعني جميل يعني كلامك تمام، لكن هم نفس هم الدكاتره ندرس لك عليهم، لكن في فرق معك لا 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 في فرق، نحكي عن الدكاتره هنا اللي بين يعني بصفه عامه نفسه هو اللي تلقاه في في العامه يعطيك بطاقه اللي هي جي انت في الخاص دير كشف 50 طبعا سامحوني فيها الكلمه يعني نقول فيها يعني وعادي يعني يعني انا اللي نشبح فيه انا ندوي فيه انا ما جبتش كلام من برا امتى جي هو نفسه يعني معاملته اللي كانت في العام يعني على العكس والخاصة ان هي صح تتغير صح امتى تتغير يعني سبحان الله مش بحكش كانت مريض
يعاملك زبون. هذا لي علاقة بسندوتش الطن قريبة منها. هذه في العام تو احنا قرينا سندوتش الطن، لكن في الخاص مستحيل. في الخاص اتغيرت معاملته ولا؟ لا في الخاص انه يعاملك زبون. ويهتم يعاملك على قد فلوسك.